السيد الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، الحضور الكريم. في البداية اسمحوا لي أن أرحب بضيوفنا الكرام على أرض مدينة الإسكندرية، مدينة الثقافة والحضارة التي شكلت جزءا هاما من تاريخ مصر. تلك المدينة العريقة الثرية بالتاريخ والتنوع الثقافي الكبير، حيث امتزج على مدى تاريخها القديم والحديث ثقافات متعددة. تلك الثقافات التي يربطها لم يربطها سوى التسامح والتفاهم وقبول الآخر، حيث كانت مدينتنا الحبيبة مقصدا لجميع شعوب البحر المتوسط في أوقات الأزمات وملاذا للبحث عن حياة أفضل. السيدات والسادة، يسعدني اليوم أن نتشارك مع الافتتاح الرسمي للدورة 19 من معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب. هذا المعرض الدولي المتميز الذي تحتضنه مكتبة الإسكندرية العريقة كل عام، وهذا ليس غريبا على هذا الصرح العملاق، فقد كانت مكتبة الإسكندرية القديمة أول مكتبة حكومية عامة في التاريخ، وبها حدث المزج العلمي والالتقاء الثقافي الفكري بين علوم الشرق والغرب، يعني يضم ملايين الكتب بالإضافة إلى المكتبات المتخصصة والمتاحف والقبة السماوية والمعارض الدائمة والمراكز البحثية المتخصصة. وكان أكبر دليل على أهمية مكتبة الإسكندرية في الدولة المصرية الحديثة هو حرص السيد الرئيس، حرص فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالالتقاء بالمجلس أمناء مكتبة الإسكندرية، والذي يضم نخبة من الشخصيات المصرية والدولية البارزة على مستوى العالم. ضيوفنا الكرام، إن معرض الكتاب الذي يضم أكثر من 77 دار نشر مصرية وعربية وأجنبية يعتبر ساحة للالتقاء وتواصل المثقفين ونافذة ثقافية للشعب السكندري وخاصة الشباب للتواصل معا في كل ما هو جديد للثقافة والمعرفة. ومن هذا المعرض أؤكد على دعم الشخصي الكامل وأجهزة محافظة الإسكندرية لكافة الأحداث الثقافية بالمحافظة، انطلاقا من الإيمان الكامل بأهمية وتأثير الثقافة على بناء المجتمع وتشكيل الوعي والوجدان لدى الشباب بصفة خاصة.